وعبر الهاتف مباشرة من القامشلي ينضم لنا ريزان كيلو، رئيس الرئاسة المشتركة والحماية الذاتية في هيئة الدفاع لقوات سوريا الديمقراطية. أهلا بك معنا سيد ريزان. بداية، ما نوع الأسلحة التي ستقدم للجانب الأمريكي ومتى من المتوقع تسلمها من قبلكم؟ بداية تحية لكم ولكافة مشاهديكم. طبعا القرار الذي تم إقراره من الحكومة الأمريكية هي قرار تاريخي بالنسبة لشعوب شمال سوريا وبالنسبة للشعب الكردي ووحدات حماية الشعب. طبعا جاء هذا القرار بناء على التضحيات التي قدموها وحدات حماية الشعب يبقى ويبقى الإرهاب داعش وهذه المنظومات الارهابيه جميعها. حاربنا وقدمنا الكثير الى ما تم اقرار هذا القرار التاريخي. اما عن نوع الاسلحه، طبعا المهم هو اقرار هذا القرار جاء بناء على تضحيات جسام من قبل وحدات حمايه الشعب اليبجه واليبجه و دحر الارهاب من امارات شمال سوريا. اما عن نوع الاسلحه سيدتي، لاحقا سوف يتم الاقرار عن ما هي نوع الاسلحه. طبعا هي الاسلحه سوف تكون اسلحه ثقيله، لان ما هو قادم هجوم او تحرير مدينه الركه السوريه اي عاصمه الخلافه الاسلاميه المزعومه، يعني لذا سوف تكون الاسلحه ثقيله لنستطيع دحر داعش من مدينه الركه. طيب، يعني ممكن القول بانها اسلحه ثقيله الى الان في انتظار الاعلان على نوعها، ولكن هل كانت لكم مطالبات مباشره للجانب الامريكي من اجل تسليحكم؟ وما كان النوع الاسلحه التي طالبتم به؟ من نعم مدينه كوباني بعد المقاومه التي يقولها وحده حمايه الشعب اليابانيه والرجاء، وتم تحرير كوباني ومجتمع منبج واغلق اراضي شمال سوريا بعد تحرير هذه المناطق. طبعا كان هناك بمسانده فعليه من قوات التحالف الدولي لمحاربه داعش، كان هناك دعم جوي وكان هناك دعم لوجستي، ولكن لاول مره يتم دعم وحدات حمايه الشعب او الاعلان عن دعم وحدات حمايه الشعب الكرديه، طبعا كما يسمونها، لكن هي وحدات حمايه الشعب يطقه واليطقه، هي وحدات حمايه لكل الشعب. كان هناك دعم للتحالف العربي ضمن قوات سوريا الديمقراطيه سابقا، وهذا القرار الاول لدعم قوات وحدات حمايه الشعب اليبجه واليبجه، وهذا بمثابه قرار تاريخي بالنسبه لنا كهيئه الدفاع والحمايه الذاتيه في مقاطعه الجزيره وكل شمال سوريا. طيب، التسليح الامريكي سيد ريزان كيف سيفيدكم في هذه المعركه في قتال داعش، وكيف سيدعم العمليات العسكريه على الارض؟ نعم، في دعم وحدات حماية الشعب اليبجة واليبج بالأسلحة الثقيلة والأسلحة النوعية والأسلحة التي كانت تؤدي إلى تقدم كبير في ميدان الأحداث وعلى الأرض عندما تجار المعارك، فالأسلحة لها دور كبير في مسائل الحرب أي القتال الميدانية. نحن قاتلنا جبهة النصرة وأغلب الكتائب الإسلاموية أو الإرهابية، لكن داعش لها تنظيم متشدد اكثر وهو تنظيم ارهابي كبير ولديه دعم ومساعده اقليميه وحتى استخباراتيه، لذا فلديها الامكانات الكبيره من الاسلحه والذخيره والجهاديين والانتحاريين، لذا يتطلب دعم كبير بالاسلحه الثقيله والنوعيه لدحر هذا التنظيم من مدينه الرقه، ونحن على ثقه بعد تقديم هذا الدعم لقوات وحدات حماية الشعب اليبجة واليبجة. نحن واثقون ان ايام داعش في الرقة والطبقة ايام معدودة. نعم. وسوف يكون هناك قتال طويل يمكن، لكن النصر سوف يكون حليف وحدات حماية الشعب واليبجة واليبجة وقوات سوريا الديمقراطية. اشكرك جزيلا من القامشلي عبر الهاتف مباشرة السيد ريزان كيلو، رئيس الرئاسة المشتركة والحماية الذاتية في هيئة الدفاع لقوات سوريا الديمقراطية.